لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حل لها شان. أين الملوك ذو التجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إيرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ دهى الجزيرات أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطيبة أم أين جيان؟ وأين قرطوبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان؟ وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فيض وما الآن؟ قواعد كن أركن البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. يا راكبينا عتاق الخيل ضميرة، كأنها في مجال السبق عقبان. وراتعينا وراء البحر في داعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. هل عندكم خبر من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان؟ كم يستغيث بنا المستضعفون، وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان. مدى التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبية لها همم، أما على الخير أنصر وأعوان؟ يا من لذلات قوم بعد عزهم، أحال حالهم جور وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيار لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. فلو تراهم حيار لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. فلو تراهم حيار لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان.